اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي ونشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا. نبدا مع بعض بحساب الوطن سبورت وبيتكلم على دكه الاهلي. طيب دكه الاهلي قد تدفع السليه للتفكير في العروض الخليجيه. طب الكلام ده على فكره يبدو انه هيتكرر كتير اول فتره الجايه بسبب ان السليه ممكن يبدا اساسي في ماتش، ممكن يبقى على الدكه ماتش تاني، ممكن يكون بديل في بعض المباريات. لو تاخدوا بالكم من بدايه الموسم يعني مارسيل كولر ابتدى يتعامل مع اداء بعض لاعبي خط الوسط حسب التكتيك والفرق المنافسه، فبالتالي اكيد الفتره الجايه هتلاقوا روتيشن وتعديلات كتيره في التشكيل من مركز لاثنين لثلاثه، لكن هل ده ممكن يدفع البعض للمطالبه بالرحيل؟ اطلاقا ده مش هيحصل ومش موجود، لان الراجل حتى كمان بيتكلم مع اللعيبه لما بيبقى لعيب قاعد على الدكه او بره السكور بيقول له ليه وبيحاول يصحح معاه الاخطاء، لكن في النهايه مفيش حاجه اسمها ان النهارده مش اساسي فانا عايز امشي. الكلام ده مش حقيقي واكيد هتسمعوا ده كتير اول فتره جايه، لان هيحصل روتيشن كتير في عدد من المراكز لبعض اللاعبين. طب نروح حساب اليوم السابع وبيتكلموا على ان الاهلي يواصل استعاده مصابيه تدريجيا. اعرف التفاصيل. طيب التفاصيل ان كانت قائمه الاصابه فيها محمد عبد المنعم وايمن اشرف وحمدي فتحي، سلية ديانج، عمار حمدي، في البعض منهم رجع وشارك حتى في مباراه المقاولين ابرزهم حتى عمرو السلية، واليو ديانج نزل وشارك في الشوط الثاني، لكن تم راحه محمد عبد المنعم وحمدي فتحي في لقاء المقاولين عشان يجهزوا للفتره اللي جايه. ايمن اشرف كلنا عارفين ان هو سافر وحصلت تطمينات من الخبير النمساوي بخصوص ايمن اشرف واصابه الركبه، و الحمد لله الطبيب النمساوي اكد ان ايمن اشرف لا يعاني من اي اصابه في الركبه، لكن هيكون في تاهيل ليه خلال الفتره الجايه عشان يكون لائق للمشاركه في المباريات، والحمد لله انهى كل الفحوصات بشكل جيد جدا. عمار حمدي في المراحل الاخيره وان شاء الله باذن الله مع استئناف مباراه الدوري هيكون كمان موجود اكرم توفيق، وكمان هيكون موجود محمد عبد المنعم في الفتره اللي جايه، ونطمن كمان على حاله محمود متولي. نروح لحساب كوره بلس وبيتكلموا على موعد مشاركه ايمن اشرف في تدريبات الاهلي الجماعيه. انا اكدت من شويه ان الطبيب النمساوي اكد ان الحمد لله ما عندوش اي اصابه، لكن محتاج 5 اسابيع للتاهيل، يعني ايمن اشرف محتاج حوالي 5 اسابيع للتاهيل خلال الفتره اللي جايه، بنتكلم في خلال شهر عشان يكون لائق للمشاركه في التدريبات ومن ثم المباريات، ولكن الحمد لله مش محتاج عمليه جراحيه، ما فيش اي تدخل جراحي، وفي نفس الوقت تدريبات تاهيليه لازاله الالام اللي بيعاني منها اللاعب في الركبه. اخر حاجه معايا في ترند الاهلي والمصري الرياضي، تصريح لاحمد عبد القادر لاعب الاهلي واللي قال فيه راضي عن المستوى الذي اقدمه مع الاهلي في الموسم الماضي، وقال لكن بالتاكيد نتائج الموسم بالكامل على مستوى الفريق غير مرضيه. هو بيتكلم على ادائه بشكل فردي وبيتكلم كمان على نتائج الفريق، لكن نتمنى الافضل باذن الله خلال الفتره اللي جايه.